أنا أتذكرها أنه تم تفكيك محطة دربندخان بسبب تهديدات إيرانية ما أتذكر بالضبط، بس يا ريت والله تحدثنا عنها. بالحقيقة هذه المحطة كنا نسميها العروس، كون كامل إنشائها وفحصت ولم تشغل وتربط في المنظومة الكهربائية، غير مدشنة. فعندما اكتمل الخط الرابط مع هذه المحطة وأصبحت تحت مدى القصف الإيراني المعادي، فصار قرار قبل انتهاء الحرب، فصار القرار بالمحافظة عليها وعدم تشغيلها. تعرف أثناء تشغيل المحطة وحركة المكائن أضرار القصف تتضاعف على هذه المكائن، ولكن توقفها أنت وتحميها وبإجراءات وقائية قد تقلل لك الأضرار، تقلل الضرر. نعم. هي كان مؤمل لهذه محطة دربندخان أن تغذي ضمن الشبكة العامة، ضمن شبكة العراق العامة. يعني ماكو محطة الآن على طول نحن عفوا أستاذ جلال ننقل إلى جوانب مقارنة. الآن يفهمون أنه هذه محطة الموصل تغذي الموصل، لا، محطة دربندخان تغذي لك شبكة وطنية مرتبطة من زاخو إلى الفاو، شبكة واحدة. فيجوز مواطن البصرة يجي كهرباء دربندخان ممزوجة بكهرباء الموصل وكهرباء بغداد. إذن هي شبكة واحدة، هي ضمن منظومة الكهرباء اللي تغذي العراق كله، خزان واحد كبير وتتفرع من عدو مغذيات إلى كل مناطق العراق. واحدة منها منظومة أو محطة دربندخان. نعم. أي. يعني قمت بتفكيك المحطة خوفا عليها من أن يصلها القصف الإيراني. لا، هناك كان توجيه أنه على ضوء معلومات بقيام العدو الإيراني بقصف السد، وبالتالي انهيار المياه ذات المسافات أو ارتفاعات عالية وتهدد مناطق بعد السد بالفيضان. وهناك على مجرى ما بعد السد الكثير من المدن والأرياف وصولا إلى بغداد. فصار القرار في حينها رفع بوابات السد الرئيسية، وبالتالي سوف تنغمر أو تغرق محطة دربندخان الكهربائية اللي سميناها المحطة الجديدة. نعم. من أروع المحطات. فشكل فريق عمل بتفكيك ما يمكن من المعدات من محطة دربندخان وخزنها في مناطق آمنة من العراق. صارت حملة ب شقد استغرق وقت تفكيك المحطة؟ جدا كان قياسي، كنا نعمل في ظروف استثنائية، القصف المستمر المدفعي على موقع المحطة وعلى السد. اثنين، لازم نتسابق مع جماعة وزارة الري، إذا أنا وعملهم برفع البوابات سوف يكون انطلاق المياه وتنغمر المحطة. فكنا نختصر الزمن ونعمل بواجبات نهارية وليلية وبمئات الموظفين. وبالتالي شقد استغرقت الفترة؟ فككنا المحطة خلال تقريبا 3 أسابيع ونقلناها للأجزاء التي ممكن نقلها. نعم. يعني شبكة التحويل بالكامل. نعم. رفع السيطرة بالكامل. وين وديتوها؟ وديناها إلى بغداد وكركوك.